السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا المقطع الصوتي إن شاء الله سوف نعرف الدعوة المدنية وما هي الشروط التي تجب لقبولها. أولا، الدعوة المدنية هي طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء، وهذا ورد في المادة الثانية من قانون المرافعات العراقي. فنأتي إلى شروط قبول الدعوة القضائية. يشترط لقبول الدعوة القضائية توافر الشروط التالية: أولا الأهلية، ثانيا الصفة يعني الخصومة، ثالثا المصلحة، نأتي إليها واحدة تلو الأخرى. الأهلية: يجب أن يكون كل من طرفي الدعوة متمتعا بالأهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوة، وإلا وجب أن ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق. هذه في المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنية. وبذلك يشترط هذا النص أن يكون المدعي ذا أهلية للإدعاء، ويكون المدعى عليه ذا أهلية لرفع الدعوى عليه. ثانيا الصفة أو الخصومة: يجب أن تقام الدعوى على خصم قانوني، ويكون الخصم كذلك أليف إذا ترتب على أقراره حكم، أي عندما يخبر القاضي بحق عليه لآخر. يستثنى من ذلك خصومة الولي والوصي والقيم بالنسبة لمال الصغير والمحجوز والغائب، وخصومة المتولي لمال الوقف، وخصومة من اعتبر القانون خصما. ثالثا المصلحة: إن حق الشخص في تقديم الدعوة مقيد بضرورة تعلق الدعوة بمصلحة قانونية، أي استناده إلى حق مادي أو أدبي، سواء تمثل ذلك في صورة القيام بعمل أو الامتناع عن عمل. ويقصد بالمصلحة الفائدة العملية التي يقرها القانون ويحميها، والتي يراد تحقيقها نتيجة الالتجاء إلى القضاء. هذه أهم أو الشروط المهمة الواجب توفرها لكي تستطيع القيام بالدعوة. فنكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله في المحاضرات التالية. أستودعكم الله في أمان الله.